شاركنا بميون العصرية 24 على مدار 3 أيام، كنا بمشاركة طلاب المدارس عمان، الفحص الوطني، الفحص الدولي، مدارس روم مادبة ذكور وإناث. مشاركة فعالة، طلاب استفادوا وأخذوا خبرات جيدة، بتتيح لهم خبرات جيدة للمستقبل، تفتح لهم أفاق جميلة، وإن شاء الله هاي الفائدة بتعود على طلابنا بالشيء العظيم. شكرا لكم وشكرا لمدارسنا على دعمهم الدائم والمتواصل لمثل هاي. بشكر إدارة مدارسنا على إتاحة الفرصة لطلابنا بالمشاركة بهذا النشاط الرائع اللي عمل على إثراء الطلاب من حيث خلاهم يعيشوا فترة من البحث والاستقصاء والتجربة والتعرف على ثقافات مختلفة وبلدان مختلفة. فعلا كانت من أجمل المشاركات اللي شاركت فيها بحياتي، وفعلا اكتسبت منها خبرات كثير، اكتسبت منها مهارات، وفعلا بتنفع الواحد لليوم ولا بكرة. وأنا بنصح كل واحد فيكم أنه يشارك في MUN أيا كان، للعصرية الأمريكية أو لأي مدرسة أخرى. شاركت في مؤتمر العصرية MUN، وللأمانة من أحلى التجارب اللي جربت في حياتي. Thank you عصرية MUN for giving us the opportunity to participate in the MUN conference. When they divided us into groups, the delegates were very helpful and great in teamwork. They spoke out loudly, clearly and confidently. I'm a 10th grader at GLPS. I have experienced Asriya MUN 2024. I'm as a delegate of Russia and Security Council, and I would love to thank my teacher Sazraid and Mr. Zan, and I would love to thank all my colleagues in the Security Council.